اتأخرنا في تجهيز وتحضير وتسجيل الجزء الثاني من برنامج باتش ماي بي سي الرهيب. انا عارف، وبصراحة كده ما كنتش حابب اعمل فيديو دون المستوى فيديو خلاص، وكنت حابب اعمل فيديو بكواليتي عالية جدا زي ما وعدتكم، نقدر من خلاله نستعرض باقي مميزات برنامج باتش ماي بي سي الرهيب ونديله حقه تماما. ففي الجزء الثاني ان شاء الله هنستعرض مع بعض النهاردة باقي مميزات برنامج باتش ماي بي سي الرهيب اللي لا غنى عنه على جهازك. وفيديو النهاردة خد مني مجهود وتجهيز وتحضير عالي جدا، فلايك وكومنت تشجيعي، ويلا بينا ندخل في فيديو النهارده على طول. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد جمال ودي قناه معلومات وتقنيات. حابب في البدايه اشكر جميع الناس اللي تفاعلت مع فيديو الجزء الاول من برنامج باتش ماي بي سي سواء باللايك او كومنت، بصراحه اسعدتوني جدا. ولو انت لسه ما شفتش فيديو الجزء الاول من برنامج باتش ماي بي سي، هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت، وبرده هحط لك الفيديوهات في بلاي ليست تقدر توصل ليها بسهوله. مهم جدا ان انت تاخد فكره عن الجزء الاول، علشان النهارده فيديو دسم شويه، فيديو ادفانسد، في معلومات كتير تكون عندك خلفية في الجزء الاول عشان تقدر تشوف البرنامج بيتكلم على ايه. نرجع تاني، النهاردة يا جماعة هنتكلم في الجزء التاني على 6 مميزات ضمها البرنامج، بالاضافة الى المميزات اللي بيضمها البرنامج في الجزء الاول. برنامج رهيب لا غنى عنه على جهازك، برنامج مميز جدا زي ما احنا بنقول، برنامج لو اتكلمنا من هنا لبكرة مش هنديله حق. فهندخل على طول مع بعض نستعرض مع بعض مميزات بيضمها البرنامج معانا النهاردة. هنفتح الفولدر، طبعا الفولدر ده احنا نزلنا البرنامج من الموقع الرسمي وحطيناه جواه، عندنا هنا البرنامج اهو، هنقف عليه ونضغط عليه الدبل كليك، هتفتح على طول معانا واجهه البرنامج بالطريقه دي. طبعا انا عارف ان انت مستغرب دلوقتي ان احنا في الجزء الاول كانت الجزء اليمين ده كان فاضي، وكنا بنيجي ناحيه الشمال بنختار البرامج اللي احنا عاوزينها، كسواء برامج مثبته من هنا من التاب دي، او لو قفلنا الستاره دي كده هنيجي عند البرامج المحموله، وكنا بنيجي نضغط على طول على بيرفورم تاكيد بيبدا ينزل البرنامج معانا على الجهاز. طب ايه الجديد النهارده؟ الجديد يا سيدي، اول ما بنيجي نفتح البرنامج ففي برامج اوتوماتيك بتكون عفى عليها الوقت، عايزه تحديث، عايزه ابديت. فاول ما البرنامج بيتفتح معانا على طول بتيجي معانا الميزه الاولى، وهي ان البرنامج بيقدر يخترق على طول ان في برامج محتاجه تحديث. طب انت ايه البرامج اللي هي محتاجه تحديث؟ هو ضروري ان انا احدث البرامج اللي موجوده على الجهاز؟ اه طبعا مهم جدا وضروري ان انت تحدث البرامج اللي موجوده على الجهاز عندك، علشان تتجنب التسلل والاختراق والتفادي نقط الضعف اللي بتبقى موجوده في البرامج دي. يعني عندنا مثلا الكروم مثلا هنا في تحديث، البرنامج من الشركه الام هي في تحديث باصدار جديد. طيب هنا مهم جدا ان انا احدث عندي البرنامج على الجهاز علشان اتفادى نقط الضعف اللي هتبقى موجوده في البرنامج نفسه، فمهم جدا يا جماعه. يبقى هنا عندنا اول ميزه زي ما احنا قلنا، ان البرنامج تلقائي بيقدر يبحث على البرامج اللي محتاجه تحديث وبيعرفك على طول. تيجي معانا على طول الميزه الاولى، ان البرنامج بيقدر اول ما بتفتح البرنامج على طول بيخترق ان في برامج محتاجه تحديث، يبقى بيقدر يعمل بحث تلقائي على طول وبيخترق. يبقى دي اول ميزه معانا. تاني ميزه معانا على طول يا جماعه، وهي بيخترق هنا ان البرامج اللي محتاجه تحديث بيميزها عندك باللون الاحمر. دي تاني ميزه معانا، عندنا هنا 5 برامج عندنا محتاجه تحديث، عندنا هنا الكروم وعندنا الكودك، ولو جينا هنا لاحظنا هنلاقي التاب اللي هي بتحمل البرامج عندنا هنا واخده اللون الاحمر، يعني بيعرفك ان هنا عنده البرامج المثبته محتاجه، برامج بيضمها محتاجه ان هي تتثبت وعايزه تتعمل لها تحديث. لو نزلنا هنا بالسكرول كده هنلاحظ عندنا ان البرامج اللي محتاجه تحديث هي واخده باللون الاحمر، لو نزلنا تحت كمان شويه هنلاقي عندنا الكروم اهو، يبقى هو محددهم لك بلون مختلف. طبعا في القايمه هنا عندنا الكروم، عندنا كمان الميزه الثالثه معانا اللي بيضمها البرنامج، ان البرنامج بيقدر يعرفك البرامج اللي هي متحدثه اوريدي على الجهاز ومش محتاجه تحديث ومفيش اصدار جديد منها، مميزها لك باللون الاخضر. كمان عندنا الميزه الرابعه معانا اللي بيضمها البرنامج، ان البرامج اللي هي مش نازله على الجهاز عندي ناحيه الشمال هنا لو نلاحظ واخده اللون الاسود، يعني البرامج دي مش نازله عندي على الجهاز اوريدي. كمان عندنا ميزه 5 وهي معرفه اصدار البرنامج اللي
موجود على الجهاز عندي وان المفروض ان انا احدثه للاصدار الاحدث. لو جينا هنا ناحيه اليمين عندنا هنا جوجل كروم، وهنا لو جينا بصينا هنا جنبه هنلاقي الاصدار بتاعه 129.0. اما الاصدار الاحدث منه واللي موجود في الموقع الرسمي لجوجل كروم هيسهل عليك برنامج باتش ماي بي سي وينزل لك الاصدار الجديد من البرنامج. هنا عندنا على طول لو جينا ناحيه الشمال هنلاقي عندنا الاصدار الجديد بيحمل 130.0. فطبعا البرنامج جميل جدا ومميز. كمان لو جينا هنا ولاحظنا عندنا عند علامه التعجب اللي فوق بيقول لي هنا في 5 برامج محتاجين ان انت تنزلهم وتعمل لهم تحديث. لو جينا وقفنا عليها كده وضغطنا كليك شمال هيجي يقول لي 5 برامج بالاصدار الاحدث اللي المفروض انزله. عندنا هنا جوجل كروم 130، لو انت عندك برامج موجوده يعني اقصد تحت هنا فمش هتنزل تبص، بس هو اوريدي انت اول ما بيديك اللون الاحمر اللي هنا انت اوريدي بتقدر تعمل بير فورم على هنا، بتلاقي العدد مطابق على طول ان البرامج دي بيقدر يعمل عمليه معالجه وتصحيح وتحديث البرامج اوتوماتيك على الجهاز بدون تدخل منك. فبرنامج مميز جدا. فزي ما احنا قلنا احنا لو ضغطنا على 5 ابس اللي هي البرامج اللي هو بيقدر يضمها على طول بيعرفك ان البرامج دي الاصدارات الجديده بتاعتها من هنا، فبنيجي نضغط على اوكي. كمان عندنا هنا علامه الصح دي، هنا بيقدر يقول لك اجمالي البرامج المثبته عندك على الجهاز. عندك 19 برنامج، لو انت عديت القايمه دي كده هتلاقي عندك مثبت على الجهاز عندك 19 برنامج وعندك اللي متحدث منهم 14 اوريدي خلاص. يبقى احنا اللي ناقص عندنا 5 برامج بس، يبقى 5 زائد 14 يبقى اجمالي عندي 19 برنامج. يبقى برنامج مميز زي ما بقول لك ورهيب لا غنى عنه على الجهاز عندك. كمان عندنا ميزه ثابته رهيبه جدا جدا جدا. طبعا احنا اول ما فتحنا البرنامج يا جماعه بدون تدخل مننا البرنامج قدر على طول يعمل بحث، ما خدش مفيش، هو يا دوبك اخترق على طول، ما عملش بحث، هو اخترق ان في اصدار جديد من البرنامج موجود فمحتاج تحديث. طب ايه الميزه الثابته اللي بيضمها البرنامج معانا؟ لو نزلنا هنا عندنا هنا الجوجل كروم زي ما احنا قلنا بيحمل رقم اصدار جديد 130. طب ايه الميزه الثابته اللي بيضمها البرنامج؟ اجي اقف على برنامج جوجل كروم كده واجي واضغط عليه كليك يمين هيطلع لي على طول قايمه. هنا بيقول لي اول اختيار بيقول لي ديسيبل سكان فور ذس اب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا اقدر اعمل عمليه تعطيل للبحث للبرنامج ده. بصوا كده لو جينا ضغطنا عليها هيعمل لي على طول شرطه. هنا بيقول لي انا بقول لي للبرنامج معناها ان انا عطل لي البحث للبرنامج ده. لو جينا على طول هنا وضغطنا على ريسكان تحت كده بعمل اعاده فحص هنلاقي على طول ان اختفى عندي. بصوا العدد هنا اوتوماتيك يا جماعه، هنا بقى كان 5 بقى 4، شال لي على طول ان انا بقول له ماشي انا مش عاوزك تحدث لي البرنامج ده، احجب لي البرنامج ده. تمام، يبقى انا عايز اقول له ان انا ما تبحثليش في البرنامج ده، اي برنامج يا جماعه انا منزله على طول اوريدي اقدر اعمل كده. وممكن كمان اعمل لاي برنامج انا مش منزله في المستقبل، ممكن ابقى انزله اجي ادوس له هنا اهو ديسيبل مثلا البرنامج ده، يبقى انا عملت له حجب ولما اجي انزله هو اوريدي لو في اصدار احدث منه هو مش هيعرفك هنا ومش هينزله فعلى طول هيحجبه. يبقى دي معانا الميزه السادسه. عرفت معاكم النهارده 6 مميزات موجوده في برنامج باتش ماي بي سي، وانا حبيت اقسم لكم الفيديوهات على اجزاء علشان يبقى الموضوع سهل معانا كده، وان شاء الله نعمل جزء ثالث نستعرض فيه باقي مميزات برنامج باتش ماي بي سي الرهيب اللي لا غنى عنه على جهازك. فلو الفيديو فادك ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد بنقدمه، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. كان معكم محمد جمال من قناة معلومات وتقنيات، مع السلامة.